هنا في حارة البلاونة على الأطراف الشرقية لمخيم تل كرم، كانت المجزرة الإسرائيلية باغتيال قادة الأذرع العسكرية في كتائب شهداء الأقصى، مجموعات شباب الثأر والتحرير وجند الله وسرايا القدس. صاروخان على الأقل أصابا المنطقة، الأول أصاب هذا الجزء من البناية وارتدت الشظايا بحجم كبير باتجاه عدد من الأطراف والمواقع، والثاني أصاب هذه المنطقة وأحدث هذه الثغرة العميقة في جوف الأرض، ما أدى لتناثر عدد كبير من الشظايا. أماكن استشهاد الشبان الستة هنا في هذا الموقع، حيث تناثرت يعني الشظايا بشكل واسع وكبير، واضطر لاحقا إلى إبقاء جثامين الشهداء والإصابات الخطيرة التي لاحقا جزء منها ارتفع ل يعني تبلغ الحصيلة 6 شهداء داخل المنازل. منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى هذه المنطقة بفعل الاشتباكات المسلحة العنيفة، جزء من الرصاص وتبادل إطلاق النار واضح وجلي هنا باتجاه هذه المركبات التي يعني تناثر الزجاج، وواضح هنا كثافة إطلاق النيران التي تعرضت لها المركبة. على الجهة الأخرى فيما يعرف بديوان البلاونة في حارة البلاونة، تعرض هذا المبنى هنالك إلى تفجير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. يزعم جيش الاحتلال في بيان له أن هذا المبنى هو نقطة قيادة بالنسبة للأذرع العسكرية، شحنات متفجرة وصواريخ محمولة على الأكتاف في وجهت باتجاه المنطقة، وأدى ذلك لتفجير وتدمير المبنى بشكل كامل، حتى أن النيران يعني لا زالت حتى هذه اللحظة يعني مندلعة داخل هذا المبنى. طبعا خلال الاقتحام سلسلة اشتباكات وتفجيرات لعبوات ناسفة استهدفت القوات الراجلة الإسرائيلية في أكثر من محور، بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال كعادته مزيد من الدمار في البنى التحتية على الطرقات المحيطة بحارة البلاونة، وكذلك في حي المدارس وفي منطقة مفرق المقاطعة. هنالك كان دمار كبير جدا خلال طبعا الاقتحام. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عشرات الفلسطينيين حتى اللحظة، تشير التقديرات إلى أن حصيلة المعتقلين بلغت نحو 25 فلسطينيا، من بينهم عدد من المسعفين والمرضى والجرحى، بعد استهدافه لنقطة علاج ميداني في منطقة شارع الوكالة والمحارة المدارس على الأطراف الشمالية لمخيم تل كرم، بالإضافة إلى أن تقييدات كبيرة شهدتها مركبات الإسعاف خلال عملية نقل المصابين والجرحى. واحدة من هذه الحالات اعتقلت من داخل ساحة الطوارئ لإصابة شاب بجراح حرجة وخطيرة من داخل مستشفى الشهيد ثابت. الأوضاع متوترة حقيقة، ولربما نشهد ارتفاع في أعداد الشهداء، سيما وأن هنالك إصابة حرجة. خلال الليلة الماضية أيضا استشهد شاب فلسطيني في بلدة عزون إلى الشرق من مدينة قلقيلية، ليرتفع عدد الشهداء منذ منتصف الليلة إلى 7 شهداء منذ 7 أكتوبر. ترتفع الحصيلة وفق التقييمات الميدانية إلى 225 شهيدا. خالد بدير، قناة الغد، من حارة البلاونة في مخيم تل كرم، فلسطين.